الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال خبراء اقتصاديون إن سبب التلاعب بأسعار صرف الدولار أمام الدينار بشكل مستمر في أسواق العراق يرجع إلى عدم السيطرة على المضاربين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار. وأضاف الخبراء أنه مع استمرار حالة عدم الثقة ووجود توقعات سلبية، لا سيما التي نتجت عن زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لبغداد، كل ذلك ولد توقعات تشاؤمية من شأنها أن ترفع سعر صرف الدولار بشكل أكبر. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 80% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 167 مليون دولار. وذكرت مصادر صحفية أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 198 مليون و 623 942 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. أعلنت هيئة النزاهة رصد هدر أكثر من 2,300,000,000 دينار من المال العام وضبط مواد طبية منتهية الصلاحية في محافظة المثنى. وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة أن مديرية بلدية السماوة تسببت بهدر 2,319,000,000 دينار من المال العام نتيجة تقدير قيمة عقار مبرم فيه عقد مساطحة من قبل إحدى المواطنات بسعر يقل كثيرا عن السعر الحقيقي السائد. أعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الأنبار قطري العبيدي عن تسجيل حركة انتعاش غير مسبوقة لعمليات التبادل التجاري مع سوريا عبر منفذ القائم غربي الأنبار. وقال العبيدي إن حركة نقل المسافرين والبضائع في منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الأنبار سجلت حركة انتعاش غير مسبوقة رغم عمليات الاستطلاع الجوي للطيران الحربي الأمريكي إثر إصرار أصحاب رؤوس الأموال والتجار لاستخدام المنفذ في عمليات توريد بضائعتهم وصولا إلى المحافظات الشمالية. أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30% على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع. وأكد المركزي التركي أن الزيادة في الطلب المحلي والدولي على أصول الليرة التركية ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن اللوائح الضريبية لها تأثير كبير على معدلات التضخم بسبب الضغوط الموجهة نحو التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف. وقبل الختام، تذكير بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. ختام الموجز للقاء.